مساء الخير. لما الصحفي يكون بيصور وبيوثق الجريمة طبيعي، لكن اللي مش طبيعي إنه يكون هو هدف لهاي الجريمة. ضيفنا لليوم صحفي أصيب خلال عمله، لكن إصابته ما منعته إنه يكمل ويستمر ويواصل عمله. خلونا نشوف مع بعض مين ضيفنا لليوم. الصحفي حاتم محمد موسى ولد وترعرع في محافظة غزة. بدأ العمل كمصور صحفي حر وعمل كمصور في الصحف المحلية، وفي عام 1997 عمل مصورا مع وكالة أسوشيتد بريس. شارك في العديد من المعارض المحلية والدولية. عام 2007 فاز بأفضل صورة عن طريق اليونيسيف. في عام 2009 فاز بالمركز الثالث في العالم للتصوير الفوتوغرافي. في عام 2010 منح جائزة الروح من وكالة أسوشيتد بريس. في عام 2012 منح جائزة الأيام في اليابان. أصيب خلال عمله عدة مرات، كان آخرها في الحرب على غزة عام 2014. حاتم، أهلا وسهلا فيك، ضيف لحلقتنا لليوم. حاتم، يعني لما كنت صغير وعمرك 10 سنين كان عندك كاميرا بتصور فيها، من وين جبت هالكاميرا هذه؟ ومن صغري أنا كنت يعني أحب أطلع على الصور وعلى المجلات وكذا، فصار عندي حب أن أصير أصور. فكنت من مصروف البيت، مصروف الوالد كان يعطيني إياه، كنت أحوش. لما صار معي حق كاميرا وصرت أدور على وين في كاميرا وين كذا، وعلى استديوهات. في الآخر لقيت في استديو سهيل عنده كاميرا، اشتريت كاميرا صغيرة نيجاتيف، كان عمري يمكن 11 سنة أو 10 سنين. ما زلت تحتفظ فيها؟ موجودة. فبديت أصور، أول صورة صورتها لأخوي الأصغر مني في الشارع، بعدين صرت أجيب الأولاد الصغار في الشارع وأخليهم جنب بعض وأصورهم وأعمل فيلم كامل وأروح أعمل وأتفرج على الصور ألاقيها حلوة. بعدها صرت أروح على مثلا وين في زهور، وين في على البحر. كمان في الرحلة المدرسية كنت دائما معي كاميرا وأصور الأولاد في الرحل وكذا ومش عارف إيش. فيعني أنا بحب التصوير من صغري يعني، وأنا بحبه، كان نفسي يعني إنه أكون مصور هاوي طبيعة فن إشي زي هيك. هذه الهواية أسست عندك إنك تكون مصور صحفي؟ فكرت في يوم إنك تكون مصور صحفي؟ والله أنا بالأول أنا لما كنت أحب التصوير كانش في عندي إنه أن أكون مصور صحفي، بس لما كبرت في الأستاذ عادل هنا الصحفي أخذني عنده في المكتب وصرت أصور، فأجد يعني صار عندي هواية الصحافة إنه أشتغل صحفي. ولو ما كنت مصور صحفي شو ممكن كنت حتكون، أو شو نفسك كنت حتكون؟ ممكن نفسي أكون مصور طبيعة يعني، صور فنية، صور طيور، صور أشياء يعني فنية. بلشت انتفاضة الأقصى وأصبت في الانتفاضة، لكن قبل ما نحكي عن هذه الفترة خلينا نشوف مع بعض أول ألبوم انتفاضة الأقصى. خلينا نشوف مع بعض. Thank you.
حاتم كمصور صحفي، شو بتشوف الاختلاف في عملكم ما بين انتفاضة الأقصى والحرب؟ هو في انتفاضة الأقصى كانت صعبة كتير. ليش؟ لأنه كان الجيش الإسرائيلي احنا نكون بينهم يعني، وكان مواجهة وجه لوجه، ففجأة يصير اطلاق نار أو مسيل الدموع وصدمات يعني مع الجيش ومع الأمن الوطني والمتظاهرين، وفش يعني وين بدك تشرد يعني، فش منطقة تخبى فيها على طول، يصير طخ واطلاق نار وغاز مسيل الدموع. الفرق والحرب، الحرب وأيام الأيام هذه إنه فش بنشوف الجيش الإسرائيلي في طيران يعني، مثلا أنت بتسمع في قصف فان بتروح على سيارة كذا يعني، في فرق كان بين بالاول كان في مواجهه بين الجيش الاسرائيلي وبيننا، لقيت فيش مواجهه، لقيت في طيران، في قصف، في دمار، بتروح على دمار ايش زي. شو ابرز المواقف اللي ما بتنساها من ذاكرتك في انتفاضه الاقصى؟ انتفاضه الاقصى في كنا عند مفترق نت سريم، في كانت قلبة اسرائيليه وجنبها مصنع حديد، فكنت انا قاعد بصور في المصنع وكان اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي وبين الشباب، وكان في جنبي ثلاث اربع شباب واطفال، فلقيت صار هم ايش يحكوا انه بدنا نطلع من المنطقه لانه كان في اطلاق نار علينا كثيف. انا كنت لابس درع، فصار يقولون انت عشانك لابس درع مش خايف؟ قلت لهم لا، الدرع بيسوي شيء شيء. فطلع قدامي شاب من ضرب امونه، هذا شفته بعيني يعني، اكل طلق في راسه وراسه راح طلق كبير، فكان منظر مؤثر كثير لي يعني. بعدين احنا طلعنا من المصنع لسه ما فيش ثواني، خبطوا المصنع، خبطوا المنطقه اللي كنا قاعدين فيها من طياره اباتشي. واصبت في انتفاضه الاقصى برضه نفس الحاجز، ايام محمد الدره، كان محمد الدره كان عقبالي فتصاوب، فكنت انا على قرنه المصنع، فتسوق الاسعاف من ضرب البيسي، انا عندي في الزوم شفت محمد الدره هو متصاوب، فقلت له في شاب ولد صغير وابوه هيهم متصاوبين، فراح حطيت رجلي في الاسعاف، انا بدي اطلع كنت في الاسعاف وعودت نزلت، فراح اللي هو المسعف من ضرب البيسي سحب محمد الدره وابنه، كناش نعرف انه محمد الدره يعني راجل وابنه، فصورتهم انا وهو بيسعف، حتى استشهد كمان تاع الاسعاف وكله استشهد. بس كان عندنا ايام اخذت الافلام على التحميض وحرقت الافلام معي، ما زبطتش، كان منظر مؤثر الثاني يعني. اكيد الصحفيين كان لهم نصيب من الاستهداف خلال الانتفاضه والحروب، وانت قدرت كمصور صحفي توثق هذه الاستهدافات بحق الصحفيين. خلينا نشوف مع بعض الالبوم الثاني وهو بعنوان عزيمه واراده، خلينا نشوف مع بعض. لاحظنا من خلال الألبوم العديد من الصحفيين المصابين نتيجة استهداف في الحرب وفي الانتفاضة الأقصى، يعني كيف بيكون شعورك كمصور صحفي وانت بتصور زملائك المصابين؟ هو لما انت تكون يعني زمايلك في الشغل أصدقاء وأخوة ويجي تصاب جنبك يعني تتعاطف، يعني حزين جدا لما تشوف زميلك تصاب. بالعكس أنا لما اتصابت حسيت أكثر بزمايل الصحفيين لما كنت زمان اصورهم وهم متصابين. يعني هل تؤثر اصابه او استشهاد اي زميل على معنويات باقي الزملاء في الميدان؟ يعني الصحفي الفلسطيني وخاصه في غزه
انه احنا مستهدفين يعني دائما. بالعكس لما الصحفي الفلسطيني يستهدف بزيدك عزيمه واصرار على توصيل مشوار، وما يعني ما فيش اي شيء يعني، ما بتكمل المشوار. بالعكس انا بالنسبه لي اصابتي زادتني عزيمه واصرار على تكميل المشوار. هل تاثر زملائك باصابتك؟ والله هو لما انا اصابت بعد ما صحيت من الغيبوبه حسيت انه زملائي واصدقائي تاثروا. طبعا سالت على التلفون كيف فلان، كيف اصحابي كذا، الزملاء الصحفيين، فلقيته حسيت انهم محبطين. فصرت انا ايش اتصور وانزل صور على الفيسبوك عشان ارفع معنويات للصحفيين، وبالفعل صحفيين لما شافوا صور على الفيسبوك رجعوا يشتغلوا وصاروا يتواصلوا معي على الفيسبوك، وحاتم كيف حالك، وانا اقف يعني كان انا مفروض هم يرفعوا معنوياتي، بس بالعكس انا رفعت معنويات الصحفيين في غزه لانهم تاثروا من الحادث اللي صار معي. حاتم، صورت زملائك بالاصابات، لكن عندما اصبت لم تجد من يصورك. خلينا نشوف مع بعض الالبوم الثالث وهو خاص فيك وباصابتك، خلينا نشوف مع بعض. كثير مؤلمة هاي الصور اللي شفناها، فيديوهات وصور خاصة بإصابتك، يعني شو اللي صار بالضبط؟ صار في زميلي أجنبي اسموني حكى معي إنه بدنا نعمل ستوري، قصة عن المخلفات الإسرائيلية اللي ما بتنفجرش، الصواريخ فرحت أنا وياه، طلعنا أنا وياه والصحفي علي أبو عفش، الشهيد علي أبو عفش، فرحنا على مكان في بيت لاهيا، انتظرنا خبير متفجرات حازم مراد، فلما اجى قعد يشرح لنا على كان في ارض، مساحه ارض حوالي 2000 متر، ففي كان انا سالته كم صاروخ موجود هنا، قال لي 120 صاروخ، فقعد يشرح على الصواريخ ومش عارف ايش، قعدنا نصور انا وزمايلي، ففجاه صار انفجار، انا اكلت هويتين في رجلي، قعدت على الارض، غيبت الدنيا معي شويه، فصحيت لقيت جثث حوالي 6 جثث حوالي كلها، ف من حبنا للتصوير ولازم توصل انه انا حسيت انه لازم ان انا اصور الحدث هذا، فرحت مسكت الكاميرا الثانيه وانا مصاب وصورت هاي اصابه هان في ايدي، صورت الجثث وهي على الارض، اكلت هواي في بطني انفجار ثاني 30 صاروخ انفجرين، اكلت هواي في بطني وطرت حوالي مترين، لقيت برضه نفس الشيء، غيبت الثواني وصحيت، طبعا السمع عندك بروح، فيش سمع نهائي، صرت بدي حد ينقذني، فيش حد، طلعت لقيت عقبالي في شرطه متخبين ورا مربعات بطون، صرت اصرخ عليهم حقوني انقذوني، ابدا ولا واحد قادر يقرب على المنطقه لانه الصواريخ بتتفجر، فصرت ازحف لورا لما ايش على سبيل اني اطلع على الشارع اخذ زاويه انه حد يقدر يسعفني، حوالي زحفت يمكن 20 متر بس حسيت عن 2000 متر، وبالفعل اجى سياره وقفت جنبي بعد ما انا طلعت على الشارع، حطني في السياره رحت على كمال عدوان، ودونا على مستشفى كمال عدوان، كان وضع صعب للغايه، كنت مخنوق ورجلي مش حاسس فيهن، عملوا اسعافات اوليه
بعديها ودونا على الشفا. في الشفا صرت اقول لهم يعني نيموني واعمل اللي بدكم اياه لانه انا تعبان يعني. بعديها تحولونا على اسرائيل على مستشفى هداسة عين كارم. قعدنا شهرين، قعدت شهر وعشرين يوم وانا في العنايه المركزه في غيبوبه، غيبوبه يعني شهرين. صحيت بعد شهرين، شهر وعشرين يوم طلعت لقيت رجلي مش موجوده. فقلت الحمد لله، وقعديها قعدت اسبوع نايم. بعدين صحيت برضه الحمد لله، وبعدين ودونا بعديها على مركز تأهيل. كانت يعني فتره صعبه من علاج ومعاناه، وطبعا استشهدوا علي ابو عفش واسمه زميلي. وبعديها مركز تأهيل صار انه يعني كنت انا ما لا حركه ولا اي حاجه. كانوا ممرضين يحركوني ويقلبوني شمال يمين، وصاروا شوي شوي يمشوني على على حدايد ووكر حاجات. مركز تأهيل يعني كان ممتاز جدا، وظلهم وراي لحد ما مشيت يعني. عدت الى غزه، هل هذه الاصابه حتأثر على مشوارك وعملك كمصور صحفي تؤدي واجبك تجاه وطنك وابناء شعبك؟ اصابتي يعني لا تؤثر على عمل الصحفي، لانه انا يعني الصحافه زي ما حكيت لك انه في غزه بالذات او في فلسطين معروفه يعني. من يوم ما انا دخلت في الصحافه عارف انه حيصير فينا شيء زي هيك اصابه يعني، وتصابت قبل كثير. بالعكس اصابتي زادتني عزيمه واصرار، والحمد لله يعني على كل حال يعني هذه اراده الله وقدره. وبالعكس الاصابه زادتني لتكميل المشوار الصحفي حتى اخر قطره دم فيه يعني. سواء رجل كنت على كرسي متحرك او بطرت قدمي لن توقف المشوار الصحفي، لانه هذه امانه في اعناقنا. حاتم، يعني لو بدنا نرجع للذاكره ونعمل فيدباك، هناك صور اكيد اثرت فيك كصحفي حاتم موسى، ممكن نحكي عن مجموعه من الصور؟ هو في صور كثير يعني. في صوره عندي الانفجار نار بين ميدانتين، وكانت هذه الصوره انفجار جامد. فانا كنت اتخيل يعني الصوره يعني قعدت فتره لما اخذتها يعني، قعدت يومين ثلاثه لما قدرت اخذ الصوره هذه. فانا قعدت اتخيل انه النار هذه والشظايا هذه بين الدور، مساحه دور كبيره، كيف الناس تتحمل، او كيف انا يعني كم صاروخ كبير بتفجر بين دور، ايش بده يصير في الناس اللي يعني. صوره كثير، وفي صور كثير. في صوره برضه كمان في الزيتون، دار مدمره، كان عندي ولد بتطلع على الدار، فانا قاعد اصور فيه وحاط ايدي على راسه زي هيك، قاعد اطلع في الصوره في الولد. صورته انا اول شيء، بعدين رحت له قلت له انت ليش حاط ايديك على راسك؟ اللي هو بيقول لي هذه دارنا. بطلع طلعنا من الدار ورجعنا لقينا الدار دمار كامل. فبتحس انت انه يعني كيف ولد طفل كان له بيت رجع ما لقاش له بيت. زائد انه صور الشهداء والاطفال الصغار، انه لما انت بتطلع في صورة الاطفال بتحس انه هذا الطفل ابنك، وانت بتصور يعني منظر الاطفال يعني حرام يعني. الطفل لازم يعيش حياته في غزة. عندنا الطفل هنا في الحرب بيستشهد، اغلب اطفالنا بيستشهد. كل هذه الصور المؤلمة المختزنة في ذاكرتك، يعني هل تؤثر على حياتك اليومية مع بيتك واولادك؟ والله الصور طبيعي بتأثر، لانه يعني يعني انا بتذكر مرة رحنا نصور في الشيخ رضوان جنب بيتي، فقصفوا دار جنب البيت عندي. قاعد انا بصور في القصف والهذا، حتى عندي اولادي ومرتي، الناس خشوا اسعفوهم وانا قاعد بصور. طبيعي بتاثر انه احنا بتصور واولادك متصابين والناس تسعفيهم وانت مش رايح تسعفهم. يعني هذه الصور التي اعطتك نوع من الالم، اعطتك نوع من الضغط النفسي، هل انعكس هذا الضغط النفسي على الاولاد والبيت؟ صحيح انعكس، لانه انا زمان قبل ما تبدا انتفاضه الاقصى وكذا، لما
كان عندي مثلا ابني مجرد ما يقع اقوم اسعف او اعمل شيء، لقيت ابني لو وقع انجرح ولا بقوم بتحرك بسيبه، لاني بشوف انا مناظر ابشع من هيك. حاتم، شو هي الرساله اللي بدك توصلها للزملاء الصحفيين؟ رسالتي للصحفيين انه مهما حدث للصحفيين اللي تصابوا او استشهدوا، انه انا يعني بترجى الصحفيين الفلسطينيين انه يواصلوا عملهم، ما يطلعوش انه حاتم تصاب بترة قدمه، علي ابو عفش استشهد، محمد عثمان انشل تصاب، تخليهم يعني ما يكملوش المشوار الصحفي. بالعكس، احنا لازم نكمل المشوار الصحفي، وفي حروب حتيجي على غزه، لانه غزه معروفه دائما حروب. وانا رسالتي للصحفيين انه حكون على اول واحد مصور اذا صار اي شيء في غزه. حاتم، نتمنى انه رسالتك تكون وصلت للجميع، وبالتاكيد بنتمنى لك السلامه، واصابتك هاي هي وسام شرف على صدورنا جميعا. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا في هذه الحلقه. شكرا. مشاهدينا، حتى نلتقي واياكم وصوره اخرى وحكايه اخرى، هذه تحياتي وطاقم العمل، والى اللقاء.